حكيت مع اياد ورنا؟ ما حكيته ولا بيجوا، بس ان شاء الله يتاخر. ليش؟ مشان نقعد اكثر وحده، هيدا اول نهار لنا مع بعض. بدك تشرب شيء لبين ما كانوا اجوا؟ لا ما بدي اشرب شيء. بونجور. تاخرتوا، ما عم تلعبوها عرسان؟ بدكم تتعودوا علينا لانه قررنا نصير عرسان كل العمر. هيدا هو الحكي السليم. طيب ارتاحوا ارتاحوا. لا انا رح اجيب الترويقه. اجي معك هيدا؟ نو حبيبي خليكي، انا بجيب لك ترويقتك معي. هيدي خالتك مريم. عن جد؟ ايه. الو 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 الو. الظاهر هون ما في ارسال، رح احكي برا. خذني معك. الو الو. قضيت ليلتك امبارح؟ عملتوا شيء؟ قصدك وقت اللي كان عم يجرب ينام معك؟ اياد انا تعبان كثير. ليه؟ تعبك كثير امبارح؟ مو بعلمي انه ما كنت تعبي بسهوله. اياد شو عم تحكي معي؟ معقول منك حاسس فيني؟ صحيح لمار، طمنيني. ان شاء الله كانت ناجحه العمليه وما بين انه توقعت انك تكون حقير لهالدرجة. حقير؟ ولو حتى انا عم اطمن عليكي حقير. ما تخيلت بحقيقتي انه بيجي يوم تحكي معي بهالطريقة. بعد رح يجي يوم تتمني فيه تنقض القصة بالحكي والكلمات.